إدمان الصلاة والسلام على خير البريات يزيل الهم ويغفر الذنب. ومن اللي منا ما يبيها النعمة والمنة؟ المحروم. المحروم. إي والله المحروم. حبيبنا في القبر سنسأل عنه صلى الله عليه وسلم. وتستطيع تقولك تحت الأرض إذا كنت من أكثر الناس صلاة عليه تقول هو محمد، نبي محمد. إذا سئل الإنسان من نبيك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت كثير الصلاة والسلام عليه تذكر. وكما قال الشيخ حلت لهم من أكثر الصلاة عليه حلت له شفاعته. الشفاعة، أنت عاري حافي والشمس دانية ثم يشفع محمد بلك أنت يا فلان ابن فلان إلى ظل الرحمن ثم إلى أعالي الجنان. الله أكبر. تشهد أن